الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبو ظبي للمشاركة في فعاليات العيد الوطني 45 لدولة الإمارات. هل يجيد الجانبان المصري والإماراتي استثمار الظرف القائم البالغ الحساسية سياسيا وتنمويا؟ وهل مصر وسط الأزمة الصامتة مع المملكة السعودية تبحث في الإمارات عن مصادر بديلة للدعم الاقتصادي؟ على أي حال فإن الزيارة تأتي بعد أن قام ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بجهد نشط لاستعادة الثقة بين القاهرة والرياض. فهل الفعاليات في أبو ظبي ستبرد الموقف بين أهم الدولتين العربيتين بعد أن تدحرجت المؤشرات الأزماتية بينهما ككرة الثلج؟ وهل مناسبة العيد الوطني لدولة الإمارات يمكنها المساهمة في استيعاب العرب المتغيرات في الملفات المصرية كسوريا وليبيا واليمن والعراق؟ هل ممكن اليوم تصويب النظام العربي المنهار ولو قليلاً؟ وهل اللقاء الثلاثي بين زعماء كل من مصر والإمارات والسعودية الذي ينتظره الجميع سيكون خطوة مهمة في هذا الاتجاه؟ مشاهدينا الكرام، أهلا بكم على الهواء مباشرة في بانوراما. مشاهدينا، للحديث عن هذا الموضوع المهم يسعدنا أن نستضيف اليوم من القاهرة السيدة ساحر عبد الرحمن، الكاتبة الصحفية ونائب رئيس التحرير لجريدة الأهرام المصرية. ويسعدنا أن نستضيف اليوم من الكويت السيدة سميرة فريمش، الكاتبة الصحفية أيضا ورئيسة القسم السياسي والدبلوماسي في جريدة النهار الكويتية. مرحبا بكما في حلقة بانوراما الليلة. سيدة ساحر، نبدأ معك. الرئيس السيسي بعدما وصل إلى أبوظبي وبدأ بلقاءاته مع المسؤولين الإماراتيين وتحديدا مع الشيخ محمد بن زايد، قال أن الإمارات أصبحت تمثل نموذجا يحتذى به لكل الدول العربية في تحقيق التنمية الشاملة، وأن الروابط أخوة وتعاون وثيقة تعد مثالا للتعاون الاستراتيجي بين الدول العربية. الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بدوره قال أو شدد على موقف في بلاده الثابت من مساندة مصر، وأشاد بالمكانة الخاصة والمتميزة لدولة مصر. هذا الكلام ليس بروتوكوليا، لأنه يعني رغم أنه يقال في كل المناسبات، في كل اللقاءات الرسمية وفي كل القمم العربية، هذا الظرف غير الظروف السابقة، ظرف استثنائي خطير وحساس ومهم. هل تعتقدين أن هذه الزيارة سياسية أكثر منها تخص الجوانب الاقتصادية أو التنموية وتحمل دلالة استثنائية في هذا الظرف تحديدا برأيك؟ أعتقد أن الزيارة تحمل الكثير من الدلائل وكثير من المضامين خلال الفترة الحرجة التي تعيشها المنطقة، وليس فقط مصر، ولكن التحديات الكبيرة التي تواجه مصر والتي تواجه المنطقة، التي تواجه المملكة العربية السعودية، التي تواجه دولة الإمارات، سواء فيما يخص موضوع النفط وتدني أسعار البترول إلى آخره. فهناك الكثير من التحديات التي تواجه المنطقة، وهذه الزيارة أعتقد تم الإعداد لها من قبل الزيارة السابقة التي كانت من أيام قليلة لمعالي الشيخ محمد بن زايد، والتي قام بها إلى القاهرة من خلال أيام قليلة الفترة الماضية. وأعتقد كانت الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة الإمارات وإلى إذابة الجليد كما جاء في التقرير التي أذعته الآن. هذه زيارة مهمة جدا في هذا الظرف، في ظل استقبال العالم لرئيس جديد للولايات المتحدة الأمريكية، في ظل تحديات كبيرة تحدث في المنطقة، في ظل ما يحدث في سوريا، في ظل ما يحدث في اليمن، في ظل ما يحدث في ليبيا وباقي المنطقة. إذن هذه الزيارة تحمل الدلالات السياسية، وتحمل أيضا بنفس القوة وبنفس القدر الدلالات الاقتصادية في ظل ما تواجهه مصر خلال الفترة الأخيرة، وفي ظل القرارات الاقتصادية الصعبة التي تتخذها المجموعة الاقتصادية والحكومة في مصر خلال
خلال الفترة الأخيرة في مصر. إذن فهي زيارة مهمة بكل المقاييس للجانب المصري وللجانب الإماراتي وللجانب العربي بشكل كبير. نعم. الأستاذة سميرة مرحبا بك، مساء الخير مرة أخرى. إذن هل هذه الزيارة المهمة ستصل إلى أهداف مهمة؟ لأنه كل الجوانب هنا مهمة. صحيح كما أشارت الست سحر، يعني مهمة بالنسبة لكلا الدولتين يعني اقتصاديا وسياسيا، ولكن الكل يعني الاهتمامات الرئيسية اليوم انصبت على نقطة واحدة وهي الوساطة أو جهود تنقية أجواء أو مساعدة من قبل الجانب الإماراتي الصديق جدا والشقيق للجانب المصري في ترتيب أجواء جديدة بين مصر والسعودية. ومعروف الزيارة الناشطة التي قام بها محمد بن زايد، الشيخ محمد بن زايد، صحيح لأنه زار القاهرة وزار الرياض دون ضجة إعلامية، دون تقارير إعلامية كبيرة حول تغطي هذه الزيارة، بعيدا عن الأضواء ربما قليلا. كيف ترين إذن هذه المسألة؟ وهل ستكون في حلحلة؟ هل سيكون هناك انفراجة ما في الموقف هذا، ربما الأزمات، ربما الخلافي، ولكنه موقف خطير وغير مرغوب من كلا الجانب، من كلا الأطراف في المنطقة بين مصر والسعودية؟ مساء الخير أخي، مساء الخير على الأستاذة سحر وعلى جميع مشاهدي قناة روسيا اليوم. طبعا كما أشرتم أن زيارة الرئيس السيسي أو ليست زيارة بقدر ما هي أولا تأتي مشاركة كما أعلن من قبل الرئاسة المصرية في احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بالذكرى 45 للاتحاد. وبهذه المناسبة نتوجه بالتهاني للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. غير أن الرئيس السيسي تدوم زيارته إلى العاصمة أبوظبي يومان، وهذا الأمر يستدعي بإجراء لقاءات عديدة لأن المشاركون في هذه الاحتفالية الكبيرة كثيرون. لكن الأهم من هذا الأمر هو حضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لهذه الاحتفالية، وأعتقد أنها مناسبة جيدة جدا لإزالة الاحتقان الذي الموجود فعليا بين القاهرة والرياض. هنا نتحدث عن مبادرة قام بها سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت في عند لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء انعقاد القمة العربية الإفريقية في العاصمة مالابو، و تحدث الجانبان عن العلاقات الكويتية المصرية إلى جانب العلاقات العربية العربية وما يدور من أحداث في المنطقة والعالم. هذا اللقاء كان بداية إلى بداية طريق للمصالحة أيضا أو إلى وساطة كويتية بالإضافة إلى وساطة إماراتية. اختيرت الإمارات لأن يكون ربما يعقد الاجتماع المرتقب والعالم العربي كله يرتقب هذا الاجتماع الثلاثي وربما رباعي، لأن ربما ينضم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى هذا اللقاء لحلحلة ولإزالة هذا الاحتقان. وفي تصريح لنائب وزير الخارجية الكويتي قال نحن جاهزون، تم الجهوزية لإزالة هذا الاحتقان وللتدخل من أجل تقريب وجهات النظر ما بين القاهرة والرياض. إذن هناك جهود عربية لأن القاهرة والرياض عاصمتان مهمتان بغض النظر عمن يحكم القاهرة أو عمن يحكم الرياض، ولكن لابد من استثمار وجهات النظر لأننا تقارب وجهات النظر، لأننا لا نتحدث الآن عن أشياء شخصية ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين. نحن نتحدث عن علاقات تاريخية، عن دولتان مهمتان في المنطقة يجب أن تتوافق آراؤهما أو على الأقل تتقارب من أجل حلحلة القضايا
المطروحة والساخنة في المنطقة. الست سحر، ربما طرف آخر في هذه الجهود كان الأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد أبو الغيث، الذي أيضا تحدث والتقى وقال كلاما مهما جدا. لكن دعونا نقترب قليلا من خلافات بعينه، من أو ربما أزمات، يعني قلة الأخبار الصحفية التي تتحدث عن احتمال عقد هذا اللقاء الثلاثي أو الرباعي كما أشارت الأستاذة سميرة في الكويت، مقابل كثرة الأخبار التي تستبعد عقد هذا اللقاء. كيف تقرأين هذا المشهد الإعلامي، لأنه لم يتحول إلى مشهد سياسي بعد؟ وهل يمكننا أن نقول أن العقبات كبيرة فعلا، وأن الخلافات استعصت على الحل اليوم تحديدا، أم أن هذا اليوم لم ينتهي بعد، وكمان هناك يوم تالي لهذه الفعاليات ستشهد حراكا جيدا ما؟ الحقيقة ما تم إعلانه فيما يخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات، هو كان موعد للزيارة هو يومين فقط وليس أكثر. إلى الآن لم تصدر أي أخبار أو أي بيانات عن أن سوف يتم استمداد هذه الزيارة إلى يوم ثالث. ولكن دعني أتحدث إليك عن ما يخص الإعلان عن أو الأخبار التي تخرج عن لقاءات قمة أو لقاءات مصالحة أو إلى آخره. دعنا لا نضع الأمور في حجم أكبر مما تحتمل. ليس هناك، وهذا ما أعتقد وما يعتقد البعض، ليس هناك صراع وليس هناك خلاف، لكن هناك اختلاف في وجهات النظر فيما يخص بعض القضايا وبعض الأمور، وهذه كلها معلنة فيما يخص الوضع، الأوضاع في سوريا، فيما يخص الأوضاع في اليمن، فيما يخص بعض القضايا، ولكن إنها لا تخرج عن كونها اختلاف في وجهات النظر، ولكنها لم تصل إلى حد الخلاف، ولم تصل إلى حد المقاطعة، أو لم تصل إلى حد ممكن يأخذ أكثر من هذا التوصيف. دعنا نتحدث عن دعوة الشيخ محمد بن زايد لهذه اللقاءات أو لهذا اللقاء، خاصة في ذكرى عطرة، وهي ذكرى العيد القومي 45 لدولة الإمارات العربية. طبعا ما قام به أو ما دعا إليه هو دعوة كريمة إلى جمع شمل هؤلاء أو تلك وجهات النظر من كافة الزعماء وكافة الرؤساء لتقريب وجهات النظر في القضايا الإقليمية أو القضايا المهمة التي تواجه المنطقة والتي لكن الأستاذ سحر إذا سمحت لي العربية. إذا سمحت لي، يعني طبعا العرب في مصلحتهم المتأصلة العميقة حل خلافاتهم أسرع ما يمكن وبطريقة فعالة جدا، يعني تضمن طبعاً استدامة الوضع الطبيعي وإعادة التوازن إلى هذا التوازن المنهار الذي انهار على غزوات خارجية، وإنما أيضا العرب أنفسهم مسؤولين بشكل كبير عن هذا الوضع الداخلي أو العربي السيء. لكن دعيني نأخذ يعني ملف، أنا أتفق مع حضرتك سوريا. طبعا سؤالي محدد جدا، هناك واقعان مهمان، كلام السيسي عن دعم الجيوش العربية الوطنية وخاصة الجيش السوري. صحيح. ترجموه، لأنه مصر يعني الصحافة اليوم تتحدث عن مصر تدعم نظام بشار الأسد. الواقع الثاني، تسريبات وقعت في الأسبوع الماضي في جريدة السفير حول احتمال توجيه أو إرسال مصر قوة ما، طيارين ما، يعني أي شيء ملموس عسكري إلى سوريا للمشاركة بشكل أو بآخر في المعارك الجارية في سوريا. هل هذه مؤشرات المزيد من التفاقم لهذا الخلاف الذي قد تتحول إلى أزمة حقيقية بين مصر والسعودية مثلا؟ لا أعتقد، لأن موقف مصر من القضية السورية أو المسألة السورية هو واضح وثابت منذ فترة طويلة، وليس حديث اللحظة أو حديث لما تم مؤخرا. لكن هذا في جديد الأراضي مهم. السورية أو
ولكن دعني أقول موقف مصر ثابت تجاه ما يحدث في سوريا، تجاه النظام السوري، تجاه الجيش السوري، تجاه ما يواجه أهالينا في سوريا. موقف مصر واضح تماما، وليس كان فيه أي اختلاف منذ فترة واتفاق مع القيادة في المملكة العربية السعودية في وقت من الأوقات. هناك موقف مصري واضح من هذه القضية، وموقف ثابت من هذه القضية، ولم تصل العلاقة بين المملكة العربية السعودية وبين القيادة المصرية إلى الخلاف. ولكن أعتقد أن الطرفين يحترموا وجهات النظر المختلفة تجاه القضية السورية بدون ما يصل إلى الموضوع إلى نزاع. طيب، أو مفهوم واضح الإجابة الست سحر. نعم، قد تكون نعم. ما يتم تداوله في الصحف. نعم، تفضلي. قد يكون ما يتم تداوله في بعض الصحف الموالية إلى طرف دون الآخر قد يكون مزيد من صب النار على الزيت لإشعال أو لإظهار العلاقة بين مصر والمملكة العربية السعودية في حالة غير سليمة. ولكن هذه كما تعلم سيادتكم، هذا هو الإعلام، وقد يقوم بدور إيجابي وقد يقوم بدور سلبي. ولكن العلاقات لم تنقطع، ولم يكن هناك صراع، ولم يكن هناك أي مشاكل بشكل كبير كما يدعي البعض في بعض الصحف العربية. الأستاذة سميرة، لكن دعيني أضيف هنا واقع ثالث أو معلومة ثالثة. زيارة علي مملوك مدير الأمن القومي السوري إلى القاهرة ولقاءته هناك مع يبدو أنهم مسؤولين أمنيين مصريين كبار ومهمين في بداية الشهر، شهر نوفمبر الماضي. هذا جاء بعد هذه اللقاءات، جاء خطاب أو مقابلة للرئيس عبد الفتاح السيسي للتلفزيون البرتغالي وتسريبات صحفية. تفضلي. نعم، قد أختلف مع الأستاذة سحر أن لا يوجد خلاف ما بين القاهرة والرياض، بل هناك خلاف وهناك احتقان في العلاقات، حتى وإن كانت هذا الاحتقان صامتا، لأن الصمت يعني أن هناك شيء وراء الكواليس ربما لا يظهر للإعلام، وهذا شيء جيد أن لا تتناول وسائل الإعلام أخبار ما وراء الكواليس، لأنها قد تضر بالعلاقات العربية العربية، وخصوصا بين قطبا العالم العربي الرياض والقاهرة. ولكن ما شاهدناه من تراشق إعلامي من قبل إخوان الزملاء في مصر لبعض الزملاء في مصر حول المملكة العربية السعودية يدل على هناك تسريبات لوجود احتقان حقيقي ما بين الجانبين. كما ذكرت سابقا أن الاحتقان أو الاختلاف ليس اختلاف شخصي، وإنما الاختلاف في تناول سياسي، لكن القضايا هو مثلا في الخلاف السياسي. هذا لو أخذنا يعني وبعيدا عن التجاوزات الإعلامية، هناك بعض التجاوزات والتعميمات كما نفهم جيدا، أنما لو تحقق ولو جزء صغير من كل هذه المستجدات، خلينا أقول يعني التسريبات، ولكنها قد تتحول إلى وقائع ومعلومات مؤكدة. والله ليس في صالح لا القاهرة ولا الرياض أن يزداد هذا الاحتقان أو يستمر إلى ما لا نهاية. لا. لابد من الجلوس حول طاولة واحدة والحديث الثنائي، لا الثلاثي ولا الرباعي، ولا بدون وجود أي دون وجود وساطة، لأن الرياض والقاهرة لا تحتاج لوجود وساطات، مع احترامي لوجود وساطات عربية، وهذا شيء جيد جدا أن يتدخل الأشقاء العرب في حلحلة مشاكلهم وتقريب وجهات النظر. كما ذكرتم أن هناك تسريبات هذه ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان واضحا في نفيه بعدم إرسال جنود مصريون إلى سوريا، رغم أن موقفه
القاهرة من المسألة السورية تغير إلى حد ما، والقاهرة الآن تؤكد على حل المسألة السورية حلا سياسيا غير وجهات النظر الأخرى. ربما يكون هذا بعد وصول الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى كرسي الرئاسة، وترامب أيضا لديه هذا التوجه غير الإدارة الأمريكية الحالية، حتى وإن كانت تصرح ولكنها تستخدم أمور أخرى. الأمر ما بين القاهرة والرياض هي أمور فنية في كيفية حلحلة المسائل، سواء سوريا، اليمن، ليبيا، العراق، كذلك العلاقة العربية الإيرانية. وقد سمعنا أيضا عن تسريبات لتوجه القاهرة لإقامة علاقات مع إيران، هذا أيضا لا يرضي الأطراف الأخرى لأن إيران تعتبر الآن الخصم الأكبر للمملكة العربية السعودية. سيد سمير، لكن هذا السعودية كانت تراهن، عفوا سؤال مهم جدا، عفوا كانت تراهن على أن مصر ستقوم بدور محاصرة النفوذ الإيراني، وهي لم تقم بذلك. صحيح. أو لم تتصرف بشكل كانت تريده السعودية. نعم. السعودية كانت لديها آمال كبيرة في مصر، لأن مصر قوة كبيرة، قوة إقليمية واستراتيجية وعسكرية، كانت تراهن على التدخل المصري في اليمن، مشاركتها على الأقل ضمن التحالف العربي لمساندة الشرعية، كانت تراهن أيضا على أنها ولا تزال، لأن القاهرة لم تعلن صراحة بأنها تود تطوير أو تطبيع علاقاتها وإعادتها مع الجانب الإيراني، إلا أن بعد التسريبات، وأنتم تعلمون ما يسرب ليس دائما يكون الحقيقة، ربما يكون جس نبض للمسائل. أنا أفضل أن نأخذ الأمور من مصادرها وفق ما تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقائه الأخير مع التلفزيون البرتغالي، وكان واضحا، أعتقد أن الرئيس السيسي كان واضحا في إجاباته حتى ولو كانت هناك تسريبات غير التي قيلت. طيب السيد سحر، إذن مهم جدا كان كلام السيد الرئيس لتلفزيون البرتغالي، لأننا نعود له كل شوية. من ضمن الأمور الواضحة التي ذكرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في تلك المقابلة، قال أننا سنرى أمورا جيدة من الرئيس الأمريكي المنتخب الجديد بدون شك. الواقع الموجود وحالة الإرهاب الموجودة والتي تهدد الكثير من دول العالم تشكل قلقا لكثير من السياسيين والمتابعين للأمن والاستقرار في العالم كله. كل دولة تحاول توفير الأمن والاستقرار لرعاياها وبلدها، وأنا أتفهم ذلك. فعلا أمريكا وكذلك روسيا، يعني هذان الطرفان أصبحا مقياسا يقاس به حالة العلاقات الإقليمية والموازين المتغيرة في منطقة الشرق الأوسط. فسؤالي، ربما السؤال الأخير في هذه الحلقة، وحدت العاملين بشكل جميل جدا الكاتبة راغدة درغام من جريدة الحياة، التي كتبت في مقال بعنوان رهان مصر على علاقة استراتيجية مع ترامب وبوتين. قالت: يجزم مقربون من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن السنة المقبلة هي سنة مصر بامتياز، حيث ستكون الدولة العربية الوحيدة ذات العلاقة الاستراتيجية شبه التحالفية مع كل من روسيا فلاديمير بوتين وأمريكا دونالد ترامب. مصر تعتقد أن الرياح تهب في مصلحتها. السؤال ست سحر، هل هذه سيضيف من عوامل الاحتقان القائم بين مصر والسعودية؟ هذا هو السؤال. سيزيل من عوامل الاحتقان؟ نعم. حضرتك هذا هو السؤال؟ نعم. هل يزيد سيزيد ولا يزيل؟ يزيد، يعني الاحتقان سيزداد.
لا أعتقد ذلك بالمرة، ولكن أعتقد أن التفاهمات في الموقف أو في كل الأطروحات التي يطرحها اليوم الرئيس الأمريكي ترامب خلال التصريحات التي قام بها بعد انتخابه، أعتقد هي بالكامل تصريحات تصب في استقرار أكثر لمنطقة الشرق الأوسط، عدم تدخل في شؤون الدول، محاربة كبيرة للإرهاب والقضاء على داعش وعلى كل المجموعات الإرهابية الموجودة، التطرق إلى حل سياسي للمسألة السورية. كل هذه الأمور أعتقد هي تصب في مصلحة المنطقة العربية برمتها وليس في صالح مصر فقط. ما يحدث اليوم ونحن ننتظر تقارب واتفاق أكثر في وجهات النظر بين اتفاق في وجهات النظر بين الجانب الأمريكي والجانب الروسي كما صرح الرئيس المنتخب ترامب وأكد على الكثير من الاتفاق في وجهات النظر مع الرئيس بوتين، أعتقد أن هذا كله برمته لن يكون مساره إلا إذابة كل الاحتقان والتوجه إلى التوحد والتوجه إلى التعامل والتنسيق والتعاون المشترك بين الدول العربية، بين مصر وهي نبض الأمة وبين المملكة العربية السعودية وبقية الدول. نعم أشكرك مرة أخرى، وقتنا سينتهي قريبا. نشكر ضيفتنا في القاهرة حول هذا الحضور الجميل الأستاذ الساحر عبد الرحمن نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، والشكر موصول لضيفتنا في الكويت الأستاذة سميرة فريمش رئيسة القسم السياسي والدبلوماسي في جريدة النهار الكويتية. شكرا جزيلا لكم مرة أخرى مشاهدينا، أشكركم لأنكم تتابعوننا ومعنا تسألون أكثر. إلى اللقاء.